مسؤولية وفضاء وتأديد الوظائف وليتنا فقط نشرف عليه. بالنسبة للحملة اللي دعات بها الوزارة على حماية النساء من العنف في الفضاء العام، شنو هو هذا الفضاء العام؟ الفضاء العام هي المقهى، هي الشارع، هي الفضاءات مثلا ديال يعني الفضاءات العامة لبيع مثلا، يعني كل ما هو منفتح على المجتمع فيه الناس كاملين، رجال وعيالات وأطفال وهذه. إذا هذه الحماية كنشوفوا دائما واحد الظواهر ديال بعض الأشخاص يعني كيعتادي، إما كتكون جالس هو وصديقة ديالو في القهوة تاني يضربها، أو مثلا غادية في الشارع كيتفحى ويضربها. يعني هاد الأحداث وهاد الوقائع تنشوفوا أن الناس ما كتحركش. هنا هاد الحملة من أجل تحسيسي المجتمع على اللي شاف مثلا يعتدي على مرأة أو فتاة سواء في الفضاء العام، يجب أن يبلغ، يجب باش يمشي بعد على الأقل من تمشي تحت الشكاية ديالها في الكوميسارية، يمشي يشهد لها بأنه فعلا شاف هاد الواقعة. مع الأسف ما كاينش حتى واحد ما تيبلغ على العنف في الشارع. لماذا؟ لان كل شيء عنده واحد الفكره ان هذيك البنت الا هذاك ضربها او تعدى عليها او هذه في الشارع ولا في مقهى ولا في ريستوران ولا في مكان، تيقول لك اذا عندها، يمكن عندها علاقه به، يمكن خطيبته، يمكن مراته، يمكن ديما عندنا ديك الفكره المسبقه بانها راه كاينه واحد العلاقه ما بين هذوك جوج الاشخاص يعني الضحيه وفاعل ومرتكب الفعل. لا، كيف ما بغى يكون الامر، هذيك راها مراه مواطنه داخل المجتمع، الى شفت العنف خصني نبلغ عليه، ما يمكنش. وهذا واجهت هاد يعني مهمه هاد الحمله هذه باش المجتمع كله يوعى بان العنف ضد النساء والفتيات هو منبوذ، يجب التبليغ عنه حتى يمكننا نعيشوا في واحد تعيش المراه ولا الفتيات ولا هذه في واحد الفضاء امن. لانه حاليا راه ما بقاش الامان، مثلا كنلقى مراه ولا بنت ولا مراه مثلا خارجه من الخدمه في الليل مع 11 الليل وغادي للعمل ديالها، شفنا فتاه مثلا كانت كتقرا ولا حاضره لسيمينار ولا شي حاجه وخارجه، اذا كان دائما عندها ديك الفرش دا تخرج ديك الوقيته. لا، الا شفت شي واحد يتعنف عليها ما تكونش عندها ديك الفكره، يعني فكره متخلفه، يجب ان نبلغ حتى كنساهم في الحد من ظاهره العنف اللي تفشت حاليا في الفضاءات العامه.